أعتقد بأن قضية تلاحم العرش والشعب ثم الاحتفال بعيد العرش المجيد هي نقطة جوهرية لدى المغاربة قاطبة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وقد سجل التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز أنه منذ الثلاثينات عند سنة 1933 كأول احتفال رسمي، والذي أتى كفعل ضد ما كانت تحيكه الإدارة الاستعمارية الفرنسية للتفرقة بين العرش والشعب، ورد عنه المغاربة باحتضان الملكية والاحتفال بها. وقد أشرت في مداخلتي إلى الأدوار التي لعبها المغاربة داخل المغرب وأيضا إلى أدوار المهاجرين، وكانت الإشارة القوية للاستقبال التاريخي الذي قام به المغاربة المهاجرون بباريس سنة 52، وتقديم هدية رمزية ولكنها ذات وقع كبير جدا، وهي سيارة اقتنيت من اكتتابات المهاجرين ليعبروا للإدارة الفرنسية أن التلاحم بين العرش والشعب أقوى مما كانت تحيكه. وهو عندما قامت بتنصيب بن عرفة في 53 ونفي رمز الوحدة الوطنية وملك البلاد آنذاك المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه إلى جزيرة مدغشقر، فكانت انتفاضة الحقيقية لثورة الملك والشعب، والتي لم تدم إلا سنتين ليحصل المغرب على استقلاله. رمزية احتفالات عيد العرش لها أهمية كبرى، أشرت أيضا إلى الأدوار التي لعبتها سواء في صقل وتكوين الشباب، سواء في مادة الغناء أو في المسرح، عبر المشاركة في أنشطة عيد العرش التي كانت تنظم داخل المؤسسة التعليمية ابتدائي إعدادي، والتي كانت بمثابة مشاتل طيلة شهر فبراير كانت لها استعداد. وأنا كأستاذ كنت آنذاك أدرس بالإعدادي، يعني كانت عندي تجربة في هذا المجال، وهناك فنانين كبار بدأوا من هناك خطواتهم الأولى. وأعتقد بأن تذكير الشباب، تذكير جيل اليوم بهذه الأشياء هو تعزيز لروح هذا المغرب والانتماء إليه، الانتماء إلى الوطن، الانتماء إلى الدولة، وأيضا هذا الاستقرار الذي ننعم به في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأيضا لأننا اليوم أمام مسيرات أخرى، أمام تحديات أخرى، هي تحديات النماء، تحديات البناء، تحديات محاربة الفقر، تحديات استكمال هذه المسيرة الديمقراطية لبناء مغرب الحداثة، مغرب الديمقراطية، مغرب التعدد، وأيضا مغرب التسامح ومغرب التعايش، لأننا اليوم نستقبل أعداد كبيرة من مناطق العالم، ليس فقط من إفريقيا جنوب الصحراء كما يعتقد البعض، ولكن من كل بقاع العالم. مدينة أكادير اليوم للإشارة تستقبل أكثر من 110 جنسيات، وبالتالي يجب أن نكون دائما متسامحين منفتحين، ويكون بلدنا بدل أمن واستقرار. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.